النهارده عايزه اتكلم عن يعني في موضوع مهم جدا، يمكن اتكلمت عليه امبارح انا وكابتن هاني، وكان بخصوص ازمه القيد والمواعيد اللي حددتها اللجنه الخماسيه اللي شرحنا امبارح يمكن لحضراتكم انها ضد مصالح الانديه المصريه المشاركه في البطوله الافريقيه تحديدا، مش بس ضد مصلحه النادي الاهلي وفقط. النهارده عرفنا من مصادرنا انه مسؤولي اتحاد الكوره بيدرسوا بجديه انه يتم تعديل مواعيد القيد الصيفيه او الشتويه ان شاء الله يا رب. ده طبعا خلال الساعات اللي جايه ان شاء الله القليله جدا هنعرف هتتعدل ازاي، هتكون مواعيدها ايه، بحيث ان هي تكون اكثر يعني ايه زي ما بيقولوا تماشيا يعني تتم بشكل مناسب مع الانديه. وهو ده يمكن اللي احنا كنا مركزين عليه امبارح، انه انت اتحاد يا كوره اهم واجباتك النهارده ان انت ترعى مصالح وحقوق الانديه المصريه كلها، خاصة النهاردة اللي بيشارك منها في البطولات الإفريقية. والحقيقة زي ما كان في انتقاد امبارح أو لفت نظر لاتحاد الكورة، نشيد برضو لأن ده برضو دورنا. أنت النهاردة يعني إحنا مش بننتقد لمجرد النقد وخلاص، أنت النهاردة بتثني وبكل قوة بقرار الجبلاية لو فعلا زي ما عرفنا أنه هيتعدل أو هتتعدل مواعيد القيد لصالح الأندية علشان تكون متناسبة ومتطابقة مع مواعيد القيد الأفريقي.